اليوم جبت لكم واحد الخبر زوينه. قول لينا واش هو هذا الخبر الزين. بالسلامه. بغيت نقدم لكم عروسي جديده ولا بعد اللي ما تزوجناش تصيفطيني للحبس. عايشه ان شاء الله هذا تكون العروسه ديالي الجديده. كيف ما كتعرفوا الشرح حل لربعه العيالات وانا ما بغيتش ندير شي حاجه ديال الحرام اخوتي. ديروني مشاوي عيبون حمايه اللي قصينا داي 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 داي. انا طالب راغب عيشه الزواج عاود ما غاديش تبقاو تقولوا بين هادشي كاين. حلف البغاء اقدم حلف اللي عرفها البشر. ديروا لي مشاوي عيطون الحميه لك يا قصيمه. عاشق هو يا معاشق هو يا معاشق هو يا المهم ان شاء الله. شمس سطعت والجو جميل هذا اليوم وفراشات قد قالت هذا فصل الصيف ورفيقتي قلنا هيا للنزهه هيا. انا وهو يا ان شاء الله هنا غادي نفاري الامور ديالي انا والطليقه ديالي حيت طلقتها في الشرع. دابا طلقتها في التشالا طلقت شالات قدامكم ديك المره يعني دابا طالقه في الشرع. هاد الايامات غنتزوجو سالينا. كندير انا وماما كنحاولوا اننا شنو حياتك هذيك اختاريتيها راسك ديرها راسك حتى هي حياتها هذيك دارتها راسها شغلكم هذاك. وانا ما عندي زهر انا عندي زهر معاك انت يا العمر. انت مرتي وغنتزوج بك ورا انت مرتي وغنتزوج بك قدامك. قلتي لي هذيك ما كتحبش ورا باقا ماشي مرتك. دابا باقا ماشي مرتك يطلق بعدا كاينه الاخرى ويتكاتب معاك. ولا قال لي الشرع كيعطي ربعه وانا بغيت نتزوج بك وكاع الا ما بغاتش تعطيني الا ما عرف. قال لي انا ما عرفتش واش كاينه الموافقه ولا ما كاينش. قال لي الا ما كانت وهي غادا تطلق علاش بغى الموافقه ولا ما كانتش موافقه غاتكاتب معاه من غدا. انا ما عنديش مشكل خاصنا نسول. زمانا خراب. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته إخواني أخواتي المغاربة في كل مكان اللي هنا واللي داخل واللي على برا واللي وصل واللي باقي حاصل. وتحياتي لبنات الأصل والراجل يبقى ديما راجل. إخواني أخواتي المغاربة نتمنى إن شاء الله تكونوا مزيانين وصحة وعافية وما يخصكم حتى خير. عارف راسي باللي طولت عليكم بزاف ولكن إخواني المشاهدين للظروف احكام حتى نقول ما نهضرش على هذا الموضوع ولكن يغيدني الحال ويغيدني القلب ديالي ونولي نهضر على هذا الموضوع لان ما نبغيش اي واحد تشتت له العائله. وكما قلت لكم في الفيديو اللي سابق اخواني المشاهدين غادي توقع شي حاجه ووقعت اخواني اخواتي الكرام. وكما قلت لكم في الفيديو اللي قبل انها غادي تخرج عند المغاربه وتبقى تشكي عليهم وتبكي عليهم. اخواني المشاهدين اما في تفاصيل هذه الحلقه جينا نهضروا على ديك الشيخه ما نسميها الشيخه بزاف عليها. المهم نسميها انايا مدمره البيوت اللي الملقبه بستار ولا ستارتينغ ولا مانيش عارف ولكن هي جاهله ما قاريه ما واعيه لا راي لا طاي لا زين لا طاي باينه مدرحه. هاي 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 هات عليك اخواني اخواتي الكرام وما غاديش نضرب بها حتى هي. غادي داك السيد اللي كيسمي راسو انه راجل وكيقول بانهم قنوات ضربوا فيا وداروا فيا وفعلوا فيا. شوف اخويا مانيش عارف واش نسميك خويا ولا مانيش عارف. انا ما بغيتش اللي فيك يكفيك. عندك قناه في اليوتيوب خدم غير على ديك القناه وخدم على وليداتك. الشمل ديال ولادك قلت لك غادي تخرج عليك وغادي تدمر لك حياتك لانها هذيك. انا بهذا المفهوم هذا وبديريكت غادي نقول لكم اخواني المشاهدين ان هذيك الانسانه عاهره وهذيك السيده اللي سميتها زينب انها باقيه صغيره. وشوف اخواني المشاهدين بحال ربي خرجها من ديك الدار وباقي الام. انا ما غاديش نضرب في الام ديالك ولكن غادي نقول الصراحه الام ديالك باش تجمع شملكم وتهزكم عندها ولكن هي باقيه تضرب في ديك السيده.
مع ذلك مع العلم انها باقي تضرب في ديك السيده اللي هي ام ولادك. واش تستنى وحده عندها ولد او بنت؟ عندها بنت وولد، دوك زوج ولاد، دوك زوج دراري اللي عندها كل واحد مراجل كما دارت لها دوك الناس غادي يدير لكم حتى نتايا. ولكن انت صدقت ماشي راجل، لان غادي نقولها لك هكذا، ان احنا قراتنا الدنيا وعلمتنا الدنيا، ما تفهمتوش داك الشيء في سريه. ولكن حرمات البيوت ما تخرجوهاش، اسرار البيت ما تخرجوهاش. ولكن انت خرجت امام الملأ وقلت انها طلقه طلاق الثلاث، كل شيء مفهوم وكل شيء عارف. اللي طلق واحد الانسان طلاق الثلاث كي غادي يدير يرجعها؟ خصها تزوج مع واحد الانسان اخر وينكحها، خصها تزوج مع واحد الانسان اخر وينكحها وينعس معاها ويطلقها عاد باش تولي لك وتحلال لك وتولي حلالك. ولكن قول لي في هذه الوقيته اي راجل كيقبل انه غادي تمشي مع هذه المراه ديالك اللي راه باقيه في الذمه ديالك تمشي مع راجل اخر وتزوج معاه وينعس معاها في الفراش ينكحها باش تولي لك انت؟ شكون اللي غادي يقبل؟ حتى شي واحد. ولكن الا رجعتها غادي تولي حرام عليك، واخا مكاتب عليها، واخا درك هذيك السيده راه حارمه عليك، واخا تولي تنعس معاها غادي تبقى تنعس معاها غير في الحرام. حتى الا ولدتو شي دراري غادي تولدوهم في الحرام. خرجت وباقي كدا. واش اخواني المشاهدين غير فهموني، واش عندي الصح ولا ما عنديش الصح؟ سيده جات دمرت لهم العائله، وكاين فيديوهات كتقول لهم كيفاش انت تقول لي انا هذيك السيده ما كنحملهاش اللي هي مرته اللي هي زين، هي ما كتحملش هذيك السيده. بغا شوفوا دمرت لهم الشمل وخرجت وهربت، كما قلت لكم اخواني اخواتي الكرام، ودمرت لهم الشمل، جرات عليهم، دخلت لهم بحال السوسه في العظم، ما عارفين السوسه ما كتحيدش، دخلت لهم بحال السوسه في العظم، حتى تقلعوا داك العظم عاد تحيد. اللي يفهم المعنى ديالي راه غادي يفهمها. دخلت لهم بحال السوسه في العظم، جات شربكتها وكتقول لك انه لا ما درتش معها الحرام، راك درت معها كلشي، وانت راك درت معها كلشي، وكلشي كاين وكلشي باين، غدرت مرتك في فراشك. اصاحبي انت ماشي راجل، غادي نقولها لك هكا، لانك غدرت مرتك في بيت النعاس ديالك، وغدرت مرتك في فراش ولادك. وانا كان بقات في الوشام، بقات في الحبس، لا بقات في الرجله، بقات في ولاد الناس. اما هذيك انا غادي نسميها عاهره الله يعفو عليها، وكتقول بانهم غادي يسنيولوا لكم القناه، انت الاولى اللي خصها تسني لك القناه. هاد اجتهاد هاد الزوج هادو خصهم بزوج ياخذوا العقوبات ديالهم، خصهم بزوج يمشيوا للحبس، لان نطالب النيابه العامه انها تدخل على الخط. علاش غادي نقول لكم تدخل على الخط؟ لان اخواني اخواتي الكرام جات هاد السيده ودخلت لهم للدار وفركت لهم الشمل ديالهم، والخيانه الزوجيه باينه ثابته في حقهم، خيانه زوجيه ثابته في حق هاد الزوج هذا. لان هاد السيده ما بغاش تحشم، ما خلات سبت مالك، سبت الدوله، سبت المخزن، ما خلات حتى شي واحد، وراها درك تمشي للبيوت باش تدمرهم. لان ما لقى شكون اللي انا يا ربي تسمح لي، واش هذيك السيده اي واحد جابها من البار وصدقت له؟ ولكن هذيك السيده هذيك بغات تدمر، بغات يعني كتقول لك انه الا من ما رحمونيش الناس انا ما رحمت حتى شي واحد. علاش؟ علاش ما بغيتيش تتوبي؟ علاش ما بغيتيش تتوبي واحد التوبه اللي هي نصوحه؟ انا هذا الشيء اللي ما بغاش يتفهم. علاش ما بغيتيش تتوبي اللي واحد هي واحد التوبه نصوحه؟ ربي عطاك واحد القناه كتخلصي بها الفلوس، كتضيع الفلوس في الوطيلات، بنتك مجرجراها معاك، مشيتي دمرتي لهم الشمل، وباقي عاد تخرجي تقولي كذا وكذا. خرجت بواحد الفيديو البارح اخواني المشاهدين شفتوها، مشات لواحد الوطيل ودفعت الفلوس باش تنعس، ما لقيتها راحت بالها. وداك داك السيد اللي الطليق ديالها، داكشي كامل اللي قالوا اخوان المشاهدين ثقوا بيا صح، والام ديال الطليق ديال هذاكشي كامل اللي قالته ثقوا بيا صح، لان هاد السيده هادي غادي تبقى عاهره وفاسقه. انا نقولها بلان بيبليك، لانها ما بغاتش تحشم، ما بغاتش تحشم اخواني اخواتي الكرام. دارت قناه، ربي عطاها قناه، وراه تخلص بها الفلوس، وكتدمر دوك الفلوس وكتدمر دوك الاطفال، لان هاد السيده خصها عقوبه، خصها ديك خصها ديك. انا غادي نقول لكم هاد البنات، نتوما خصكم كمشاهدين تدخلوا لديك القناه وخصها تسينيالا وما تبقاش باش تحس شويه اخواني المشاهدين. قالك اللي محس بالمزود، اللي يحس بالمزود غير اللي مكويبيه، يعني باش تحس اخواني المشاهدين. دوك الفلوس اللي كانوا يدخلوها نهار الاول ما كانش عندها درهم،
كانت تباتغي في الجوامع، تباتغي اخواني الاخوات الكرام راكم عارفين درك الوشام ولا كذا ولا تعرى المؤخره ديالها والمصاص ديالها. اين انتم يا جمعيات اللي دخلتوا واللي تخرجتوا؟ دوك الاطفال ما خصهمش يبقاو عندها لان هاد مرتهم. اين انتم يا جمعيات اللي انتم دخلتوا وما بقيتوش واللي تخرجتوا على الخط؟ ما فهمتش انا. هذيك السيده خصها واحد العقوبه، واخا ماشي عقوبه ديال السجن ولكن خصها واحد العقوبه باش ديك القناه تمشي لها قنوات اللي عندهم الناس. راه اليوتيوب، شوفوا اخواني المشاهدين، راه تاريخ اليوتيوب لا يرحم، واليوتيوب ما دايمش، اليوتيوب راه ما دايمش. غادي يجي واحد النهار الناس كانت عندهم قنوات فيها 2 مليون 3 مليون ديال لي زابوني، وفي الاخر اخواني المشاهدين ناضوا الصباح باش يدخلوا فيديو ولا يشوفوا الفيديو القناه ديالها ما لقاهمش، يا اما من اليوتيوب يا اما من الصينيه، لان هذيك السيده خصها تمشي لها القناه. وهاد الناس كاع اللي متبعينها بحالها، انا نقولها هذيك 300,000 اللي متبعينها راهم بحالها، لان اخواني اخواتي الكرام هادشي بزاف لكم التعليق وانتم ما تعرفوا. هي دمرت للسيده الشمل ديالها بشحال معاهم هما مزوجين، دمرت لهم الشمل، فرقتوا على ولادو، ولكن انت ماشي راجل انك تقول بانها ديك البنيه ديال هويام كتعوضك في الولد ديالك. عمرو شي واحد يعوضك في عمرو الربيب يكون حبيب، عمرو الربيب يكون حبيب، ديرها في راسك الواعي المتقف، عمرو الربيب يكون حبيب. ولكن انت باش تقول انه ولدك انه غادي تعوضوا لك البنت ديالك، تا ماشي راجل على هاد الهضره. ودرك عاد مين خضرات كفرت عليك عاد راك بغيت تولي لديك زينب. ولكن بهذا المفهوم هذا غادي نقول لك اختي زينب، الا وليتي داك السيد خليته هو يتعلم واحد الدرس اللي ياخذ واحد المعنى اللي ما يخليش يشوفه، حتى ما يخليش يزيد يشوف حتى في شي وحده ويبقى يبوس الرجلين. غادي نقول لك من هذا المنبر، انت ماشي راجل، ما ديهاش مني قلت صواب، بغيت نوعيك، بغيت نرد فيك شويه الكوراج. تحياتي لكم اخواني المشاهدين، ما تنساوش ديروا اشتراك في القناه، ضغطوا على زر الجرس باش يوصلكم جديد الى فيديو قادم ان شاء الله.